مساء الخير استاذ. مساء الخيرات. شرفتنا ومنورتنا مره اخرى. الله يخليك، انت الشرف. شنو رايك بالحلقه؟ يعني ما اكون مبالغه اني اذا اقول انه حلقه كلش حلوه. حلقات البرنامج هو كبرنامج كلش حلوه. شنو اكثر فقره عجبتك؟ هي كل البرنامج كله حلو، يعني كل فقراته حلو، كل انتقالاته حلوه، وبالاخص المرآة. جميل. نقطة تحول في حياة الكبيرة أمل أخضير؟ هي نقطة تحول معينة، هي كلها يعني حياتنا عبارة عن نقاط تحول، فهواي عندي نقاط تحول، ما أذكر منها، بس أذكر من البداية. بداياتي من البصرة لبغداد. من البصرة إلى بغداد هي انتقال وأيضا تحول، يعني من البصرة إلى بغداد. جميل جدا. احنا يعني منورتنا جنابك، ونتمنى لك الحياة السعيدة. والله النور النور بوجودكم، وأتمنى لكم كل حياة ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. عليش أيضا، شكرا جزيلا.